بمناسبه اقتراب موسم الحج، كل سنه وحضراتكم طيبين، ربنا يكتبها للجميع ان شاء الله. عارفه انه في ناس يعني متوتره وقلقانه، ناس جالها التاشيره، ناس لسه ما جاتلهاش التاشيره، ناس عرفت خلاص انها طالعه، ناس لسه مش عارفه. المهم يعني ايه، ربنا يكتبها للجميع ويعني ويأجرهم ويقبلها ان شاء الله. طيب الناس اللي ما طلعتش ايه اللي بقى يعادل الحج؟ يعني هو طبعا باصص للحجاج، هم هيرجعوا بقى كما ولدتهم امهم، اشمعنى احنا؟ ومش معايا فلوس يا رب اطلع، ومش ما عنديش يعني مقدره اسافر، وما اعرفش اركب الطياره، وما اعرفش اصلا اطلع بره بلدنا. وناس كتير بسطاء جمال نفسهم وبنى عينهم يطلعوا يحجوا، بس صعب صعب، العين بصيره والايد قصيره زي ما بيقولوا. طب ايه اللي يعادل الحج؟ هل في حاجه تعادل الحج؟ دي الحقيقه فريضه ربنا سبحانه وتعالى كتبها لمن استطاع اليه سبيلا. طب ناس مش مستطيعه، هل في شيء يعادل يعني منزلة أو يضعه في منزلة الحج؟ نسأل بقى فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. ازيك يا فندم؟ الله يبارك في حضرتك يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب قلبك طيب. اللهم صلي وسلم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النهاردة عايزين ننادي على من لم يقدر الله له الحج، إما لعدم استطاعة بدنية أو عدم استطاعة مادية، أو قدم وأخذ بالأسباب والتأشيرة ما جاتلوش، أو الإرادة لسه ما جاتلوش من عند ربنا. أنا جاي النهاردة في اسأل مع دعاء نطبطب عليه، وبصراحة مش أنا اللي بطبطب، اللي طبطب عليك سيدنا النبي محمد. فإحنا هننقل طبطبة النبي للناس اللي قلبها محروق، اللي حزينة، اللي زعلانة، اللي قلقانة وقالت أنا نفسي حج، عملت كل اللي أنا أقدر عليه ومش قادر أروح. أقول لك تعالى كده، ممكن وانت هنا تاخد أجر الحج. بتتكلم جد؟ ها تعالى تعالى نعد كده سيدنا دعاء واحد 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 واحد. النية الصادقة الصالحة تأخذ بها أجر الحج وإن لم تحج. نية إيه؟ نية الحج، نفسي أحج، عملت اللي عليا، قدمت والتأشيرة ما جاتش، نفسي ومعيش فلوس، فلوس معايا بس صحتي مريضة، نفسي يا رب. عارف حرقة القلب دي؟ مبروك عليك الحج. ما تاخديش حاجة مني النهاردة غير بدليل. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أصعب وأشد الغزوات، لما رجع سيدنا النبي قرب المدينة قال لهم إن بالمدينة لأقوام. ركزوا معايا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر. فالصحابة قالوا لهم بالمدينة يا رسول الله، ما شافوش اللي شفناه؟ قال وهم بالمدينة شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. حبسهم الإيه؟ العذر. فاللي محبوس بعذر عن الحج، صحي أو مادي أو بدني أو التأشيرة ما جاتلوش أو ما جاش في القرعة، خلاص أبشر إن شاء الله خدت أجر الحج كاملا بفضل الله تعالى. بس عايز أقول لحضرتك، هذه الأعمال تجزئ أو يعني إيه بدائل عن الحج جزاء لا إجزاء. حضرتك تقولي فسر جزاء لا إجزاء. لا إجزاء يعني جزاء تاخد ثواب وجزاء الحج. لا إجزاء يعني لا تجزئ عن حج الفريضة، الحج في رقبتك زي ما هو. كلام جميل.